فقرة خلني نشوفك ويا ضيفنا، أكيد حتعرفوه منه، بس نروح لهذا الفاصل وبعدها راجعين. هل عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول عندك الشامبو؟ العباس يا أبو فاطي، إذا ما استوجوني أعرج روح أعرج مرة، شوف شوار بي شوفوني مرة. هل عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول عندك الشامبو؟ العباس يا أبو فاطي، إذا ما استوجوني أعرج روح أعرج مرة، شوف شوار بي. ورجعنا لكم مشاهدينا، اكيد عرفتوا ضيفنا منو اليوم. ضيفنا نمنم التيك توكر. هلا بيك يا نمنم، شلونك؟ شو اخبارك نمنم؟ الله يحفظك. شلونك؟ الحمد لله، ان شاء الله زين. اليوم منورنا، نور عيونكم. نمنم اول مره تطلع بلقاء؟ نعم. والله ما مرتبك؟ لا ما مرتبك. ها مسيطر؟ مسيطر. خلينا نشوف، انا اشوفك من حركاتك. لا مسيطر. مسيطر؟ مسيطر. احنا مثل بعد اخوان اصدقاء، فهو مسيطر طالع وياني. نمنم اول سؤال اسالك اياه، شنو اسمك الحقيقي؟ اسمي محمد كاظم عبد الله. ليش سموك نمنم؟ هذا لقب. من طلع؟ كل الاسئله متابعيك ليش سموني نمنم؟ هذا لقب يعني من زغري، انه انا احب الاكل. كنت اصيح عم عمان وزغري، فاختي سمتني هذا الاسم نمنم. نمنم؟ فبلشت على الاكل نمنم. بعد مشت على اساس اي واحد يصير محمد ما اعرف والله. زين شنو تحصل لك الدراسي؟ سادس ابتدائي ومبطل. هاي اسئله طبعا كلها الاسئله راح تنطر عليك من متابعينا، احنا نشرنا من حقهم متابعيكم ان يعرفون معلومات عنك. تمام؟ من حقهم. يلا ميمو نعم. عندي السؤال. زين نمنم، وجاك سؤال هواي من متابعيك اللي هم الفضولين يعني بصوره عامه. نمنم كم مره مرتبط؟ وحاليا مرتبط لو لا؟ وناوي يتزوج على حب لو تقليدي؟ واحد واحد جاوب عليه. هسه كم مره مرتبط؟ كم مره مرتبط؟ مرتبط مرتين. حب يعني؟ اي مرتين مرتبط. تمام. وبعد سؤال ثاني، وحاليا مرتبط لو لا؟ حاليا لا ما مرتبط. متأكد؟ اي ارتباط ما عندي، بس عندي صديقات يعني اعزن واحبهم. ما عندك حب حاليا؟ لا ما عندي اي حب. متاكد؟ متاكد. خاف اللقاء يوصل لها؟ يوصل وراح يوصل شيء اكيد. حل. يوصل يعني اكو هي؟ يوصل. لا ماكو يعني. هو اللقاء راح يوصل يعني راح ينعرض. اوكي. لا ما عندي اي ارتباط. زين نمنم، اذا ناوي تتزوج حب تقليدي لو عفوا يعني زواج تقليدي لو حب؟ لا حب اكيد حب. حب ان شاء الله بالمستقبل. تمام. زين نمنم بدي اسالك سؤال. نعم. شلون انشهرت والناس كلها قامت تحبك بهالطريقه؟ والله انجي يعني انزل فيديوهات يومياتي وبعد صعدني المقاطع والعالم قامت تشجعني، قمت انشر اي شيء يعني. طيب اي ترند اسوي. من ساعدك بهذا الموضوع وخلى الفكره براسك؟ اصدقاء هواي ساعدوني، اصدقائي واهلي وناس المقربين يعني شافوني عندي موهبه حلوه يعني. احب الكوميديا. زين شنو كان اول فيديو انت لك نزلته؟ اول هواي فيديوهات هواي اول واحد اريد اللي صعد اول واحد اللي الناس شافته وحبتك فيه. انا وجنيد كنا طالعين فيديو هو ايش فيديو شو للضحك شمار الثائر اللي فوق شو نزل عليه وقع عليك؟ ما وقع هو خابت بس الفيديو وصل 7 ملايين مشاهده. تمام. بما انه ذكرت جنيد فالكل سالوا نمنم شنو علاقته بجنيد؟ جنيد صديقي. تمام يعني مو اخوان يعني الكل يقولون احنا اخوان يعني بس هو صديقي يعني صديقة. من زمان انا يعني زين قالوا لك اختصر جنيد بكلمه واحده. بكلمه واحده؟ كلمه. اخوي كلش اخوي احبه وعزه. تحياتنا لك. الله يديم صداقتكم ان شاء الله. طيب نمنم اذا بيوم من الايام نمنم اهم شيء اسمي لا تغلط بيه هو يغلطون نمنم. نمنم اذا في يوم من الايام تزوجت تفكر تطلع خارج العراق تستقر هناك؟ خارج العراق اطلع؟ لا العراق ما اعرفه. ما اعرفه ابد. يعني فرضا في حاله واحده انت متعوفه شنو هي هاي الحاله؟ لا ما اقدر اروح العراق ابد. ابد يعني لو مهما اي شيء صار لك متعوفه؟ لا العراق يعني كل شيء احبه. قلت انه انا ما مرتبط وعندي صديقات. ما مرتبط نهائيا عندي صديقات. تقدر تذكر لي اسماء صديقاتك؟ انه هواي صديقاتي. بدير بالك تنسى واحده اليوم. هواي شلون يعني اذكرهم كلهم؟ اذكر لي بلقيس. حلو خلنا نعرف. بلقيس. وديرين. بعد زهراء. حلو. زهرة اللي اوكي. فاطمة عندي. اسراء فاطمة. ايش بدا ذكرك هاي؟ ايش اتذكرين امشي ذكرين لانه انا انسى شوية مرتبك. بعد. هواي انه هواي بعد. باقيات حيزعلن احنا ما علينا. نرضيهن. اوكي. شلون ترضيهم؟ بالمراسلات. حلو. زين اكو سؤال. نعم. انت مجبر ان توضحه للناس او تقول هذا صح هذا غلط هذا هيك هذا هيك تمام؟
هذا سؤال جاني من اكثر من يوزر، يعني اكثر من متابع لك. شنو السؤال؟ السؤال يقول ان انت دائما كل مصرفك يكون من البنات. مصرفي؟ لا يعني عايش براس البنات. لا بالعكس. والله هذا سؤال. لا ما عندي اي هاي السالفه، انا بعيد عنها انه من مصرفه من البنات. واللي يقول هيك حشيش توجه له كلام. شو اوجه له؟ اذا هو ماخذ علي نظري هو شنو مطيني؟ ما اعرف. ما مطيني هو. لا يعني انت ما عايش براس البنات؟ لا والله يعني متقط بالبنات؟ لا بالله. لا لا والله بالله. بريء السالفه. بريء بريء. جاك اتهام ثاني بعدين اقول لك عليه. تمام. ابوي اتهامات هواي. فقير والله فقير. زين انطينا اجاك سؤال، مواصفات شريكة حياتك كشكل كطبق. انا ما احب الشكل ان تكون بنية، يعني احبها انا احبها وتحبني، ما يعني الشكل ما يهمني. اكيد يعني شكل ما يهمني. تكون بنية حبابة ولطيفة يعني ابد ابد. انطيهم مواصفات خطية ما المتابعات. ما اعطي مواصفات، هي المهم بس احبها وتحبني. ها هي العادة. زين حيدر حمودي وسجاد امير. حيدر حمودي؟ سجاد. شنو يعنوا لك؟ امير. حيدر حمود وسجاد امير. اي شنو يعنوا لك؟ ما اعرفهم ذول الاسامي. او اسم كامل حيدر حمودي سجاد امير، لما تعرف؟ ما اعرف. ما تعرف هيك اسم؟ ما عندي صديق اصلا، حيدر حمودي ما عندي. او احتمال حيدر وحمودي سجاد وامير. عندك واحد عنده اصدقاء؟ عنده حيدر. اي حيدر. اي وحمودي؟ تمام. ومو امير. لا سجاد. سجاد. يدور ثلاثة، اكو واحد منهم صار امير. امير ما شلون من يجيب عوفك من امير؟ هذول ثلاثة شي يعنوا لك؟ هذول اصدقائي ولد منطقتي. تحياتي. تختصرون بهاي الكلمة بس؟ لا احبهم كل شيء احبهم. حيدر ترى يعني كنت انا جوا يعني اشتغل يعني وياه. اها زين. من ضمن الاتهامات اللي قلت لك جدتك يقولون نمنم تليفون بنية جابته له هدية. لا حرام. جابت له هدية. انت شنو تليفونك؟ 12 برو. شو وقت يعني شو وقت صار عندك؟ شوكي. صار كم يوم؟ صار له 3 أيام. ها حلو، يعني مو بنية جايبتك؟ لا لا لا، ما أنا ما أحب الهدايا، لو أحب الهدايا كان سويت عيد ميلاد. ترى العصفورة يعني ما تجيب. لا لا، لو أحب الهدايا سوي عيد ميلاد وأستقبل هدايا، بس أنا ما أحب الهدايا. يعني متأكد؟ ما أحب الهدايا رسمي. ما جايتك هدية من بنية؟ ولا هدية من بنية. عيد ميلاد؟ ولا عيد ميلاد. منا؟ ماكو. عيد حب؟ ماكو أي حب. عيد ذكرى ذكرى 2017 تارك. 2017 تارك. خير إن شاء الله. زين، شنو برجك؟ وش قد عمرك؟ عمري 25 سنة وبرج الثور. في ضيوف كلهم نفس برج احمد. حياتي حبيبي الصنف كل حلقة انا هيك حبيب قلبي نورني يا وردة. ضيوف كلهم برج الثور. انا حالة من حالي. التوم مالتي. الشهر الخامس. التوم مالتي. تمام. تمام. انت جاك اسئله من اصدقائك ويا ويلي من اسئله اصدقائك. اصدقائي انت لا تبقى المتابع يعني بظلك. اصدقائي هسه مثلين واقف اللي ورا. لا من عليك. غير ذولي. من غير ذولي النوب. هذا السؤال يا نمنم اجاك من حسو يقول لك ليش من نجتمع ونبات سوى تعزل روحك وتقضيها كلها بالتليفون عبالك ما بايت ويانا وبرايك هالشيء صحيح؟ انا احب الوحدان يعني احب انعزل، ما احب يعني الهوسه والخبصه. زين هسه انا شاب وانت شاب. أنا برج الثور وأنت برج الثور. متفاهمين. يعني أعرف متفاهمين يعني اثنين. أنا هم أحب العزلة بس يعني من أنعزل أحكي ويا بنية. يعني عاد أنا أتراسل أنا أتراسل أحكي أنا ما أقول لك ما أنا ما أقول لك ما عندي بنات، عندي أصدقاء وصديقات. بس على كيفك ترتيبك بس لترتيبك. عندي أصدقاء وصديقات ما أبي شو. يعني مو. لا ما عندي ما عندي. يقول أغلب الوقت عبالك ما بايت ويانا. صحيح أنا أنعزل من يوم يعني إذا كان إذا عندنا تصوير نصور وأرجع أنعزل واحد. زين وقال لك هالشي برأيك صحيح إذا تسوي؟ بعد هاي كيف أنا بعد حريتي. حلوة كيف يعني. كيف حريتي يعني أنا أحب راحتي. تمام. حلو. زين تعرف شخص اسمه جعفر ناظم؟ جعفر ناظم. جعفر ناظم. لا 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 ما في جاني سؤال يقول شنو علاقتك بجعفر ناظم وليش من 2015 ليه هسه ما تسأل عليه أو تراسل؟ عندي صديق اسمه جعفر عن بيته ومنطقتنا. من 2015 ليه هسه أنت ما حد شو؟ هو سأل السؤال على نفسه؟ ما والله هو يوزر دز هذا السؤال. هي صديق جعفر بس هو بعد كل ما راح بطريقة يعني صار خلاف يعني لا مو خلاف عمل يعني الدنيا الدنيا صعبة. إيه يعني؟ الدنيا صعبة. زين هسألك سؤال بعدين اقول لك مين هذا السؤال. يا أوكي؟ الله نمنم طموحه شنو بالمستقبل وشنو حلمه؟ والله طموحي بالحياه انه الزواج. حلو. اتزوج وتكون عندي يعني بيت وسياره والعراق يرجع بخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله واهم شيء تاخذ وحده على حب مو تقليد. على حب اخذها طبعا. تمام
هاي السؤال اجاك من بنيه وقالت اترك له رساله من مارشميلو، اتمنى توصل الى بنهايه الحلقه اقول له بيها انه تزعلك الدنيا واني الاراضيك، وانه اذا ما قدرت اسندك اطيح وياك، احنا ما نختلف اصدقاء عن عبث، دمت صديقي وعزي وسندي. زين شو اسمها؟ انطيني دوم. دوم مارشميلو ما اعرفها. لا تعرفها، هو هذا لقب ترى. هي شنو اسمها؟ ما اعرفها. ما تعرفها؟ مارشميلو صديقتك اللي مارشميلو اول مره اسمع هيك اسم. لا والله لا، رات تليفون اجيب. قالت لك زعلك الدنيا واني راضيك، واذا ما قدرت اسندك انا اطيح وياك. معقوله ما عندك اي صديق؟ لا لا حتزعل اصلا. زين اكو يوزر، اكو يوزر يعني يمكن متابعي 2000 ترى انت عرفتها هسه قلت اسمها. واحده من صديقات هسه ذكرتهم. بلقيس؟ لا لا، زهره. اي صح زهره. بزت لك هاي رسالة. زين اكو يوزر يعني على الانستغرام يعني حسابه 2000 2500، شنو وضعه هذا؟ هاي فانز. فانز هي بلقيس صديقتي. ها هي نفسها؟ مو بلقيس، هي نفسها. ها بلقيس مو زهراء. تمام. لا هي بلقيس دزت قالت اسئلوه على الفانز ما ترد اشوف. والله حيتذكرني. لا اعتقد هي بلقيس. مو زين يعني الحساب هذا فانز. شلون اذا كنت خلف الكواليس مشتغلين يكون علي. زين يعني فانز هذا الحساب؟ فانز هذا، بس هي صديقتي البنيه احبها كلش، احبها واعزها. ها خير الله يحفظها لك ويحفظك لها. جار الله يديم هاي الصداقه الحلوه. طيب نمنم اريد اصعب. نمنم 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 اريد اصعب اكل. نمنم مو مو احنا برج الثور نحب الاكل. تعال صح قول. لا لا احب الاكل. بيطوا هالسؤال. زين اريد اكثر موقف مر وياك وانت مشهور وهاي شغلات ومؤثر بنفسيتك الحديث. هواي مواقف تمر بالحياه كل شوي يعني. وانت مشهور يعني وانا مشهور اي اثر بنفسيتك هذا الموقف؟ حسابي تبند يعني كلش انقالت علي. شنو السبب؟ بعد ناس ما تحب الخير. وضح شلون تبند حتى أيه. يعني يتابعون. دزوا لي صوره. الصوره هاي الصوره بيها فخ. قال لي بس صغرها ودزها لي. انا سويت، انا قلبي طيب صغرته، قلت خلينا نساعده خطيه وتوسل لي، توسل بي يتوسل اخر شيء. بس دزيت لي اياه الحساب طاب. حرام ما يرجع بعد. راسلت عليه الشركه نهائيا ما يرجع. يعني هاي طريقه جديده مثلا نقول هاكر او خبر. هذا اي فخ فخ باند باند نهائي يعني ما يرجع نهائيا بدون اي سبب. بدون اي سبب. زين الشخص اللي دز لك هاي الرساله ما اعرف ادور عليه. ما تعرفه ابد والله. يعني ما تحس انه شخص يعرفك راد يخبث او شيء؟ بس يخبط رجع يم الله بعد. نعوفه يم الله. ما قدرت تعرفه؟ ما اقدر. واذا عرفته شو تسوي؟ شو اسوي له يعني؟ يعني حسابك تعبت عليه وصلت تعبت من 2012 حسابي والله. وجيت كان هو يمكن 300 لا 211 قول ربع مليون. ربع مليون شخص متابعك على انستغرام وطار هذا الحساب على غفله. شفت اللي طيرت فيها شو سوي؟ شو سوي يعني؟ قلت له يعني حرام شو سوي؟ زين صار بيها بيوم ها؟ بيومها صار بيها. هل هل انقهرت؟ وخاصة من يجيك واحد يقول لك ما يرجع. يعني انا عندي اصدقاء ما يرجع يعني. ليش؟ يبشرون بالزايد. ليش؟ طيب عندي سؤال لو كم تمام هسه. لا خلصت الاسئله. لا بعد انا عندي اسئله وايد. عندك اسئله بعد؟ وايد عندي اسئله. يلا طلع لنا. نمنم نشوف اكو مثلا اغلبيه المشاهير ما ارد عن اغلبيه المشاهير الله يحفظهم المشاهير. طبعا الله يحفظهم كلهم اكيد كلهم ناس طيبه وخلوقه، بس بيناتهم بدها تصير مشاكل او مثلا خلاف بكل وقت. عاشت ايدك. لا فهم قصد اقصد كلامي انه جروب سقط جروب هجم جروب يطشرون. يطشرون نفس الجروب. نعم. ليش ايش يصير بالمشاهير بهالوقت؟ ناس تحب المشاهدات. اها يعني المشاهدات عاليه الناس تشوف الناس كلها تروح له. ويحب يطشر بيهم ويخرب بيهم. هو هذا المشاهدات. يا المشاهدات عاليه هو اللي يصير الاول. اها يعني تصير خلافات حتى تصير على المشاهدات. على المشاهدات وحكي بيناتهم نفاق، واحد يجيب واحد يودي. نعم. زين برايك انت ليش هذا الشيء اللي يصير هسه؟ مع العلم قبل مشاهير قبل ما كنا نشوف ما كان صحيح أمور. صحيح بس هسه جاي يصير هواي يعني هاي السوالف جاي يصير يعني شنو يعني اللي يوصلهم لهي المرحله؟ النفاق. واحد ينافق على الاخ، واحد يحكي على الاخ، واحد ما يرضى على الاخ. زين اكو خلاف بينك وبين ابو مريومه؟ لا ابو مريومه صاحبي. البارحة كنت تحكي وياه. صدق؟ ماكو اي خلاف. هواي يعني هواي اجتنا رسائل تقول اكو خلاف بينك وبين ابو مريم. لا بالعكس البارحة كنت تحكي وياه. ابو مريم يحب الخير لكل انسان. يعني يحب يساعد. عبد الله. عبد الله حسين؟ اي لا ما عنده اي خلاف وياه. ماكو اي خلاف بينك وبينه؟ صديق عبد الله. عثمان.
عثمان هم صديقه عثمان ما عنده اي خلاف. بعد ليش الناس تقول انك خلاف بيناتكم؟ مو انا متبعد من يوم ما انا يعني احب يعني عندي يعني عمل وملتزم. نعم تمام. بما انه حسابك من انستغرام طار ايش شنو راح تحضر له هديه؟ لا ما احضر لك هديه راح اجيب الانستغرام هذا تمام اخليه بصفك واقعد يمك احضنه احضنه هذا شنو بدايه اللقاء بدايه اللقاء اريدك شنو تحضنه وتطق بيه صوره وين 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 ليش مو بحضني؟ بحضني؟ خليني واقف يمك خليني ويلي يا ريت لو ترجع هذا ابو الخبزه كنت مستفاد منه؟ اي يعني استفادت شيء قليل تمام مو هواي يعني زين حسابك الجديد ايش بيه؟ من بده يساعدك فيه بحيث تقدر ترجع لنفس المستوى اللي انت كنت فيه قبل؟ والله هواي ساعدوني جيب تعبت من الوقفه جيبه اوبا خلنا هضمه جيب الطنيات جيب وانا بعدني دا اصعد هماتي انا محبه ما اقدر مشتاق لي زين من بده يساعدك هسه تقويه حسابك الجديد ويرجع لنفس المستوى الاصدقاء جاي يساعدوني طريقه يعني شلون حسابي ها هيك مشاهير قصدك اصدقاء يساعدوني تمام يلا تمام نم هسه نبلش نلعب مستعد يلا نلعب متاكد لعبي ركيضان 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 يلا تلعب ركيضان عندي لعبه عندي لعبه كذا لا براحتك نخلي لك الانستغرام تقوم تركض وراه هاي شنو افتر وراه؟ شنو مصراع؟ لا هسه حنطلع لك فيديو مغوش ومسرع يلا باي اذا كان اغنيه فيلم تمام؟ يلا تمام يلا روح شوف ركيضان ونرجع مسرع يعني اعرف الفيديو شنو؟ فيديو مسرع انت قول لي هذا شوف انت فجر حبيبي يلا شنو عرفتي؟ ما عرفته هاي شنو هاي؟ والله معقوله؟ يا من هاي ما اعرفه قبل شويه اخذنا حفيده اخذنا بيتها وحفيداتها بالترند يا معود هيفا ما ادري شو اسمها؟ اي عرفتها والاغنيه شنو ما اعرف ما اتابع اغاني ري؟ ما اتابع ري؟ حش؟ رقب؟ ما اتابع اغاني ما اعرفه يلا عرف هيفا ابي شباب خلينا نتفرج هسه طبعا الحلو ان المخرج اكبر واحد يسكته بستاند باي قبل ايش نم نم من غير انه هاي مجال شرف كذا ما عندك فد موهبه خاصه بيك انت لا ما عندي احب الكوميدان يعني صوتك ما حلو صوتي ما حلو لا ما تغني لنا شوي ما اغني شغله ليش صوتي ما حلو يعني زين جرب يلا ما تجرب شوي شو اجرب اه والله طوني هيك اغنيه هيك يعني القيها شويه يعني تغني انت شنو اكثر اغنيه تحبها؟ ما احب انا ما اتابع اغاني اي شيء اشوفه انت شكو عايش نمنا والله عايش هيك على المي زين لا نرقيله لا جقاره لا كل معتزل لا بهاي اختلف وياك ما جقاره ما دخل لا نرقيله لا انا بالعكس افضل يعني يعني مرات تطلع يستعجبون علي شنو هاي لا تدخل لا تشرب هسه يلا غني لنا يعني شنو اكثر ما تسمعها تحبها يعني شنو؟ مو انا راح انطارن هسه انا هنا بالجو طارن عراقي عربي والله حتى على قولة جنيد البارحة قلت ما كنت اوقع انت بالجو يلا شغل ما صوتي ما حلو ما يخالف هو احنا نسموه حجارة حجارة لميتك هاي شعرة راح القي شعر مو غنية والله صدق حجارة لا قلت ايش يسوي هو هسه بالضبط تمام زين هو قال يحب الكوميديا صح ليش ما يمثل مشهد كوميدي؟ شلون يعني؟ ما اعرف مشهد من بالك من المقاطع اللي انت تسويها انا يعني ما مجرب اول مرة يعني يلا يلا اعتبر كاميرا تليفونك قدامك اي لازم بالله صوت امثل على صوت مثل على صوت لانه اوكي نقدر نجهز لك اي صوت تريده يلا مثل شنو باعتبار هذا اول لقاء وحتى بعد خلص تكسر ال تكسر الترند عافية يلا يلا شنو المقطع اللي تريده حتى تجهز لك يا شباب اي مقطع مثل تيك توك اي مقطع يخصك ما تيك توك اي مثلا هو غير مثلا يخص مثلا فيلم يخص اغنيه يخص شنو مثلا صوت هيك يعني قلده زين اللي طلعناه ببدايه اللقاء مال من قال أنا كبرت وأريد أتزوج نطلع بس الصوت وأنت تمثل مثلا يلا تمام يلا دقيقة خلي جهزوا يلا طلع بس الصوت وأنت تمثل يلا يلا بس الصوت أن تقف أمام الملايين وتقول عندك الشامبو يلا إذا ما تزوجوني أعرج روح أعرج مرج شوف شوار بي شوفوني مرج عيدة 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 يلا
هل عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول عندك الشامبو؟ العباس يا أبو فاطر، إذا ما استوجوني أعرج روح أعرج مرس شوف شواربي شوفوني مرس. لا حقا حقا لازم نشوف له مرة. لا ما هذا كوميديا صدق يعني إذا إن شاء الله عدنا تستمر بها إن شاء الله كل التوفيق من الله. إن شاء الله كل التوفيق لك يا نمنم. بلش من خباثة. يلا خبث خبث ثاني. تمام يلا أول شيء حلعبك نسبة الحب وبعدها ميامي تلعبك تحدي. تمام نسبة الحب بينك وبين من تريدها؟ أي شخص أنت تعرفها نسبة الحب مالتنا كله جوا الصفر. غير شايفه واصله الفيلم. لا لا والله جديد لا يعني ياتوا غير على نياتكم ايش علينا احنا يعني من يعطيني شخص انا وجنيد انت جنيد لا اشوف لي غير جنيد لان جنيد يعرف السالفه والبيه اي شخص يعني اي شخص محمد قاسم محمد قاسم يلا خلينا نشوف محمد قاسم تحياتنا اليه يلا مو تشمر الدرج علي يلا خلينا نشوف بالبدايه نمنم ايش قد يحب محمد قاسم يلا كنسبة راح تطلع بالشاشة من مين ونشوف انت حظك هو لو عوفك وتروح لو انت تعوفه وتروح واحدة من عدل ايش مال لك يا نام نام يحب محمد قاسم 9% خير ان شاء الله تحياتنا لك محمد قاسم تحياتنا لك هذا نام نام انا نام نام وضح 9 احبك 9 وصفر على الكاميرا مالتك احكي على الكاميرا 9 وصفر ايش قاعد يعني 90 اي 90 يعني هاي نسبة غلط هاي 9 غلط زين هو يحبك لو لا اي هو يحبني يحبك يلا خلينا نشوف محمد قاسم ايش قد يحب نم نم يلا نشوف يعني هاي نسبه غلط ما انت غلط اي يعني الجهاز ده يكذب مو يكذب الجهاز يكذب جهازكم يكذب يسوي مشاكل جهازنا يكذب خير ان شاء الله نمر حب نسوي مشاكل 87 صح لو غلط اي نعم محمد يحبك 87 ايش قد تحب مرتك صح يحبك 87 87 صح يعني 13 مرتك كذاب لا لا ها لا هاي نسبة حبه من 100 لك وحدك يعني ما عليك تزوجته هاي انت هو يحبك 87 صح لو غلط صح يعني الجهاز صدق صح لو لا صحيح يعني انت تحبه 9 يعني الجهاز ما يكذب تونس حبيبي انت يا ما عصفني من نطلع من نطلع انطيني دوم يلا عشان نلعب تحدي يلا تحدي حنطيق جملة تقولها 5 مرات على السريع 5 مرات على السريع بس يلا شاب شيب شعر راسي شاب شيب شعر راسي شاب شيب يا 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 شاب شيب شعر راسي شاب شيب شعر راسي شاب مو راسي 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 هو شاب شيب شعر راسي شاب شيب اي سهله يلا طول اصعب شاب شيب شعر راسي شاب شيب شعر راسي 4 صار شاب شيب شعر راسي سهله زين تكون اقوى تطيط طيان لا طيان يلا لوري ورا لوري عفية عفية هم سهلة يلا لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري ما يصير تبطئ ما يصير تبطئ عيد فيها سريع 5 لوري ورا لوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري سهلة مو كمل تكمل تكملها لوري ورا لوري 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 قول لك عافية 5 مرات سريع خخ هلو هلو حبيبي شلونك شو اخبارك تونس قول لي خعاقة على الكاميرا خخ خعاقة خلاص شلونك ما اقدر ما اقدر حاول لي دع جنيد حاول ما اقدر انساني حم علي انا انساني ثقيل بالترى بالجوجا طلع الكلمه ما يخالف حاول انا بتقطع من قوي زين يلا ما اقدر قميص نفيسه نشف قميص نشيفه نفش نفيسه نشف قميص نشف قميص نشيفه نفش قميص نشيفة نفيسة نشف قميص نش نفيزة قميص نفسي اسمها صاحبتي طبعا هاي قضية كل الضيوف قضية ويا نفيسة أحلى شيء ضع نم نم قميص نفيسة نشف قميص نشي نفيسة قميص نشيفة نفيسة ما عاد واحدة اسمها نفيسة 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 قميص نشيفة نفش نشف صعبة صعبة هاي صعبة هاي صعبة نشف والله نشف هاي صعبة واحدة اسمها نفيسة شو بي حامل لا قميص نشف اه عبالي يلا قميص نفيسة قميص نشيفة نفيسة قميص نسيفة نفش نسيفة ما اقدر عمي صعبة يعني ما نجي يا بعد انت منين انت قميص قميص نفيسة نفيسة نفش لا نشف قميص نفش شو نفش يعني نرمي صواب
يلا قميص نشيفه لا بس على كيفك على كيفك اهدى نفيسه هي بس اهدى اهدى ما لقيت غير على الاسم قميص نسيفة لا بس بس طني مجال بس 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 اصبر قميص قميص نفيسة نفيسة نشف نشف قميص نسيفة نفيسة عم صعب حيطير هذا غيره 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 غير واحدة يا ابي غير واحدة يلا خيط حرير على حائط خليل خيط حرير على حائط خليل خيط حرير على حائط خليل سهل هذا خيط حرير على حائط خليل خيط حرير على حائط خليل خيط من خيط حرير على حائط خليل خيط من هو جوارين اريد الحائط مالتهم ما اريده هو يغلى حائط علينا تحياتنا لك نمنم نورتنا الله يحفظكم نور عيونكم ان شاء الله كل التوفيق لك يا رب ان شاء الله تلقى بنت الحلال تستاهلك ان شاء الله ان شاء الله حبيبي روحك حبيبي الله يسلمك زين نمنم هذا اخر سؤال بس خطر ببالي من قال لك احمد بنت الحلال ان شاء الله اذا ناوي ترتبط همي انا طلع زوجتك يعني وياك تصوير هاي بعد مواقع. كل من وحريته هو انا بدي اسالك انت كشخص جاك انسى ذكرت هذا السؤال من المتابع قالوا اذا ارتبط نمنم هم حاب انه يطلع زوجته يعني بالمواقع التواصل خاص بي اطلعها ولا ما اطلعها ما حد يحاسبنا لا بس زين انت كفكره برايك انت ما لك علاقه بالباقي اذا الناس حبتنا عادي اطلع ما بيش تمام الناس راح تشوفك اشوفها وياك راح اشوفها بالشارع تحبني وتحبها اكيد لا افهم حتشوفها وياك هي مثل ما يشوفوها بالشارع راح اشوفها وياك بالتواصل الاجتماعي راح اشوفها بالشارع بالسوق يعني بكل مكان ان شاء الله كل التوفيق عليك تحياتنا ان شاء الله توصل لابعد مكان انت تتمناه ببالك ان شاء الله من نجاح الى نجاح تحياتنا لك هسه